وليد ما يمكنناش نقوص في هادشي اللي وقع اليوم. المغرب في الدومي فينال ديال لاكوب دي موند غراس ا توا، الفضل ليك، الفضل لهاد الرجال. يوم تاريخي لكره القدم الوطنيه، شنو واقع اليوم هنا في الدوحه؟ ماتش تري ديفيسيل. شوف، بدات من الصباح اكرد ومزراوي ما كاينينش، سايس لعب بليسي، دخل مسكين حتى الماكسيموم ادرا يتقاتلوا، وشفتوا الدراري هما جاوا كانوا رجال. تاقو 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 تاقو، المهم هي المغرب دومي فينال. كنا بلاد الاول في افريقيا اللي كنا دوزنا لي بول في 86، دابا درنا دخلنا في دومي فينال، طلعنا الرايه ديال المغرب والرايه ديال الافريق ولا الرايه ديال العرب، بلاد عرب. الكوب دي موند في بلاد عرب كان مهم واحد بلاد حتى هو عربي يكون هنا. مازال ما درنا والو وليد. لا مازال ما درنا والو بالحق. دابا المغرب يقدر يتفرقع اليوم يبروفيتيو ويوجدوا راسهم دومي فينال ان شاء الله. مبروك خويا، مبروك، فيليسيتاسيون فيليسيتاسيون. نعود اليك.